Mi ćemo započeti učenje Kur'ana i hajde djelom, odnosno učenje sure Jasin, pre duše svih naših šehida u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, a posebno pre duše šehida u Plovoj Businju 1912, 1913 i 1919. godine. Neki mišala vječiti rahmet. Također ovaj Jasin posvećujemo našem bratu, drugu kojeg većina od nas zna, Omaru Hadžijaliviću, koji je iznenada prije dvije noći preselio na Hirt u svojoj 21. godini. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da mu svakako da smiluje, molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da oprosti grijeha, porodici inšala da mu dadne sabru. Amin. Evo da amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسماء إن أنتم إلا تكذبون
Yeah.
عليهم مما كانوا على معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق
danas i svjetova Allah Đelešanu da kovo da ukabuli naše učenje sure Jasin. Molim uzvišnjeg Allah Đelešanu da svim šehidim lišava podari džennete i nas da pridruži sa njima. Na kraju molim uzvišnjeg Allah Đelešanu da našem bratu i drugu Omaru Džijadoviću da kovo da podari džennet. Molim uzvišnjeg Allah Đelešanu da mu oprosti grijehe. Molim Allah da mu se smiluje i da dadne inšala sabur njegovoj porodici. Amin. Ja rabbal alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.